أكد المجلس الأعلى للبيئة حرصه على الاستمرار في تطوير السياسات والبرامج التي تنظم حماية البيئة وتحافظ على مواردها لتعزيز التزام المملكة بكل المعاهدات والبرامج البيئية الإقليمية والدولية التي وقعت عليها، وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة في تنظيم عمليات الرقابة والتقويم البيئي. نعم، جاء ذلك لدى افتتاح ورشة العمل كيمياء التي نظمها المجلس الأعلى للبيئة بحضور 500 مشارك من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالمواد الكيميائية، حيث أطلق المجلس الأعلى للبيئة المرحلة التجريبية لأول نظام إلكتروني متخصص في إدارة المواد الكيميائية. قدم المجلس الأعلى للبيئة ورشة تدريبية للتعرف على النظام الجديد وآلية عمل النظام الإلكتروني، وكيف يمكن للجهات المعنية ممارسة أنشطتها التي تتطلب ترخيصا وموافقة مسبقة من المجلس الأعلى للبيئة، منوها إلى أنه تم ربط نظام كيمياء بنظام سجلات التابع لوزارة الصناعة والتجارة وبعض الأنظمة ذات العلاقة من أجل تسهيل تقديم الخدمات ودفع الرسوم الإدارية ومتابعة الطلبات. نظام كيمياء هو أول نظام بحريني خليجي للإدارة السليمة للمواد الكيميائية الخطرة، وساطة التبريد، أجهزة وحدات تبريد التكييف. هذا النظام اشتغلنا عليه أكثر من 5 سنوات، وهو طور محليا خلال المختصين في المجلس في مجال التطوير، واليوم راح يقدم للمؤسسات الوطنية أكانت حكومية أو قطاع الخاص خدمات أكثر من 37 خدمة راح تتميز بالسهولة والمتابعة الدقيقة والسرعة في الإنجاز، ومن خلال منصة إلكترونية واحدة. الوقت قبل إطلاق هذا النظام كان تقديم الطلبات عن طريق أكثر من منصة، منصة للترخيص، منصة للدفع، منصة للإفساح، ومنصة أيضا للتسجيل عن طريق السجل التجاري. اليوم كل هذا ربط مع بعض البعض، وراح المستثمر يدخل مباشرة لنظام كيمياء، يقدم الطلب، يحصل على الموافقات. طبعا كان بياخد بروسيجر، كان بياخد كتير جدا على اساس ان احنا ناخد ابروفال على المادة الكيماوية اللي احنا بنستوردها، وخصوصا من يعني من برا من الخارج، و يعني كانت بتاخد بروسيجر كتير جدا. ولكن الان انا شايف ان الامور تحسنت، نقول يعني حاجة رهيبة. يعني انا سعيد جدا ان احنا وصلنا للمرحلة دي من كيفية التعامل مع استخدام المواد الكيماوية، طريقة استيرادها، طريقة تخزينها، فكل ده طبعا حاجة مهمة جدا في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها.